أنيا أنا من نور. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، رح أسوي معاينة لألبوم NCT 2018. طبعا ميزة هالألبوم إنه فيه كل الأعضاء تقريبا، يعني في ذيك الفترة كل الأعضاء كانوا فيه، سو مرة حلو يعني للي يبغى مثلا يشتري ألبوم واحد، فهمتوا؟ المهم هذا الألبوم من قدام فيها ستيكر، هذا أقدر أشيله لكن طبعا ما بشيله، فيه كذا من وراء، وفي الأغاني. طبعا الأغاني في حقة الفرعية وفي اللي كلهم زي بلاك أند بلاك، وفي اللي يعني زي بوس حقة NCT 127. المهم تفتحونه زي كذا، أوكي، بعدين يجي ال شو اسمه كتاب الصور هذا، طبعا مرة كبير عشان الأعضاء مرة كثير، فخلنا نبدأ. حاول إني أسرع لأن الصور كثيرة مرة. أوكي، أنا نبدأ كذا. نسيت 2018 واسم الألبوم ما أعرف. إمبافي ما أدري. أوكي. بعدين هنا الانترفيو الانترو. أوكي، وفي بوس. يعني هنا برضه حاطين لك وش الأغاني. هذه الأغنية اللي هي بوس. وحاطين من الأعضاء اللي فيها تايونغ، دو يونغ، تي هيون، وين وين، جون، لوكاس، ومارك. صار الأعضاء كذا، وهذا مرة حلو مرة حلو، هذه ميزته إنه كذا كل وحدة وكل عضو، فهمتوا؟ في صور مرة كثير، والأحلى من كذا الستايل، مرة عاجبني ستايل الصور. أنتو يا يهبل يا ربي هالإنسان، لوكاس. مارك مين؟ طبعا ميزة هالألبوم إنه في كل الأعضاء زي ما قلت، أو ماي جاد، لكن زي ويفي ما هم موجودين، أوكي؟ سو إذا تكتبون ويفي ما في غير لوكاس وش اسمه ذاك كون، لكن إذا تبغون كل الأعضاء مثلا تقدرون تاخذون هذا وتاخذون شو اسمه واحد حق ويفي. بيبي دونت ستوب، أو ماي جاد مرة أحب هالأغنية يا ربي. تيل وتيل هالأغنية مرة فخمة. جو حقت NCT Dream. هنا أسماء الأعضاء شفتوا يعني كذا كلهم، هذه الصورة لهم كلهم كذا كل الأعضاء، كل الوحد حقت NCT، كلهم كلهم اللي كانوا في 2018 كلهم موجودين هنا، فهمتوا؟ مرة حلو، إن شاء الله يسوون عاد. أوه ماي جاد، إن شاء الله عادي يسوون زي أوه ماي جاد يا طويل الإنسان، زي ولكن 2020 2021 راح معه. يجنن تاتش. أوه مرة أحب الأغنية، مرة صارت مرة تجنن تجنن. أوه وين وين كمان فيه أنا أبغى وين فيه أنا ما Oh my god! لا لازم تشوفوا هالجمال. Oh my god! والله يجنن الإنسان. My. مين مين؟ Cute والله يعني. يوتا. Oh my god! أخيرا طلعت. جاني. تيل البوز هذا أول ما يطلع فيه هيتان. أخ بايس. هذا كذا كل الأعضاء. بعدين يسترداي هيون دويون لوكاس مارك بس أربعة. مارك موجود في كل مكان. أوه ماي جاد يا ربي الإنسان. لوكاس اتذكر اول ما انضم لNCT. او ماي جاد يعني انجنيت عليه هو واحد للحين ما طلع ما يجي اكو. هذي بلاك اند بلاك فيها كلهم المثل هنا بس موجود بون. المهم هذي بلاك اند بلاك، هذي بلاك اند بلاك الاعضاء،
أوه كان حرفيا كل أعمالي كانوا في 2018 كل أعمال إنستي. هاي جنون يا ربي تسوون عودة زي كذا، والله اشتقت عاد مع أعضاء ويبي. أوه هذا 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 ستايل اللي يسوى الألبوم كامل، مرة عجبتني صوره، مرة هنا مرة صور مرة تجنن دويا، مرة مرة تجنن، مرة حبتها الستايلاتهم هنا، يعني الصور هنا مرة حلوة. لوكاس الولد مرة حلو. مارك وين وين هي إن كل شيء أشيك على الكاميرا يا أخي، خفنا ما تكون تعبت ولا ما تصور زين ولا شيء. هذا الولد يا أخي أوه ما جيب تاني تاني. ربي هبل هلا والله يا ربي. هو اللي كمان قلت لما اول ما جاء لنسيتي لقيتها في كفات كانت ليه في 2018. هلا والله هذا اكثر كون هنا بس موجود سوا تمعنوا والله عاجبني الساي هذا يا ربي. هي مو حاطين له ما عجل ستيل يربي هالإنسان صوته ستيل هتان هلا والله اوكي ما في تيل ديوم تيل قاعد أصوات بس هذه أصوات Oh my gosh, يا بلوت يا ربي I'm dying تيل هاي كل الثلاثة مرة كيوت صح انه مو واضح وجهه لكن كيوت اوكي شي مرة احبها الاغنية في هالفترة انا في الاغنيتين ما ادري اي واحد اتوقع without you زبدة ان اصلا هم يعني نزلوا في نفس الوقت تقريبا قريب يعني من بعض من ذي الفترة انا تعرفت على نفسي يعني تقريبا من اول مرة كانوا مسويين بث مع هيتشر بث لا كانوا مسويين برنامج مع هيتشر اوكي هذه كل الصور والله كثيرة اللي بعده في هالشي اللي كانه جريدة في الاغاني كلها والكلمات وكل شيء ذيك ما اعرف اذا واضح ذيك اوكي في كير ذيك اوكي الاغاني مين كاتبها بعدين كلماتها اوكي مره كبير كنا جريبه زي حاطين لي هذه طبعا السم دائما اعلاناتهم بعدين في السيدي هيك ميا اوكي يلا هنشوف الحين الاشياء العشوائية ايش جاني طبعا الاشياء العشوائية اللي في هالالبوم فوتوكار وورقة كذا غريبة فخليني اوريكم الورقة الغريبة هذه هي الورقة اوكي يجي اسم الشخص وزي كذا ورسمه هو رسمها وزي كذا سو اللي انا اطلع لي تيل صح ذيك الفتره كنت مره مبسوطه لاني كنت مره طايحه في تيل مره طايحه في اغاني حتى الفرديه فهمتوا طبعا ايش كاتب الله اعلم وش السالفه ما ادري بس اللي تعرف تقرا كوري كذا يعوضون تقرا اتوقع ان حلم او ان حدث صار ما ادري بس شكله حلم لانه شايفين هو في المسرح وفي خنازير ما ادري الساعة 8 بالليل وهذا 2020 لا يا حبيبي 2020 ما في كونسرت اوكي يوم يخوف تونا لاحظ انه 2020 يوم اوكي البطاقة
ثانية فوتوكار، الفوتوكار مش الثانية ما في غيرها، طلع لي بس هذا طلع لي تيون جد الحظ، والله يجنن والله يجنن والله يجنن مرة يجنن. او ماي جاد مرة مبسوطة صراحة اني طلع لي، لكن اللي مو عاجبني شيء وحيد بس انها بالعرض، لكن يعني تغيير بسيط كل البطاقات كذا كذا هي بس مرة تجنن. هذه من ورا توقيعه حلو والله. المهم بس هذا كان البوم فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. طبعا زي ما انتم عارفين انا دائما اطلب من كيبوبيه شوب صح هالفتره، لا انا راح اغير طلبه طلبيه من موقع، بصير اطلب يعني من مواقع كوريه ارخص، وكمان ارخص وكمان ادري احس يعني ابي اجرب من مواقع ثانيه. سو اول ما تجي راح اصور لكم. صح في شيء نسيت اقوله اللي هو انه بوست الانستغرام اللي هو صورة الالبوم بصير انزله بعد ما ينزل الفيديو بيوم، يصير كتذكير اللي ما شاف الفيديو واحس وقت احسن فهمتوا. وكمان ايش كمان، ايوه اللي ما اشترك في انستغرامي يشترك، ترى اتفاعل فيه واسالكم فيه وزي كذا. سو يا بس باي. You had been with a good girl like me in a while.